شوف يا أخ عبدو، أنا هلا في معي ست دارس، ست سهر، وحياة اللي نفضك ما بعرف لها. يعني يا بدها تجي بعينك يا بدها تجي براسك. يا سيدي والله كل شيء بعرف انت بدك اياه، يعني ما ضل شيء ما بعرفه. لا لا لا، تعرف تعرف تعرف، انت عظامك داب. سيدي بص، ليك وجريك تعتني. انا خدامك بكل شيء بعرفه، بس والله العظيم كل شيء بعرفه. يا سيدي طبعا جيب القرآن لأعرف لك كل شيء بعرفه وقلت لك اياه. شوف احيانا رصاصة الطايشة ما بتعرف امتى بتجيها، فلحق حالك. يا سيدي ما عم بفهم عليك، معلومة شو بدك؟ اي شيء عن ابو بطيخ. في شغلة بس ما بعرف اذا بتفيد، ما بعرف اذا بتفيدك. بتفيد كل شيء بفيد يا عمو، كل شيء بفيد. عمرك سيدي هذا سيدي هذا قبل يعني شي سنتين تقريبا، وقت كنت اشتغل مع ابو نيفال، كان بالشهر ياخذنا مره على المزه ويطلع على هنايه يغيب بحدود العشر دقائق وينزل. نحن ايه سيدي بنايه مين؟ ما بنعرف سيدي، نحن ناطرين من تحت، وبصراحه ما كان بيهمنا نعرف مين. سعد مساك سيدنا. انت اول مره جيت لعندي على الفيلا قلت لي بانك جاهز لاي مهمه بتخليني رضيان عنك. طبعا سيدي انا ناطر اشاره منك. وهي اجت لعندك، قديش بدك وقت لتكون عندي بالفيلا؟ مسافه الطريق سيدي. لا هلا عندي اجتماع، بعد ساعه بتكون عندي وما بتتاخر ولا دقيقه، مفهوم؟ قبل بدقيقه رح اكون على باب بيتك سيدنا. هات شوف ابو النصرات، شوف لي هالضربه قديش فيها معلمين. انتبه لك يا زلمه. طيب صح، حلو كثير. هي على 17، ثلاثة على 17. قلت لي بداية المسجد ها؟ والله العظيم سيدي. طيب خلينا ناول استراحة 10 دقائق، خليه يرتاح وحط لي رندة، خلينا نلعب. حاضر. غير لي الدرس. جيت لك الروح بترخص لك. وانت عيني الروح مور سيدة. اجاني ضيف من مطار بيروت لهون ومعه ملفات بتخصني. بنجيب سيدة. اسمعني لا تقطعني، هاي الملفات لازم توصل لايدي،
ورقبتي بإيد الضيف. والمشكلة إنه هاي الملفات والضيف صار بيد أبو نبال الكلب. أبو نبال من لما قلعته من عندي وكانت غلطة غير محسوبة، ما له غير مطلب واحد لحتى يفك أسر الضيف. ما يكون هذا المطلب هو راسي؟ للأسف. راسي أنا جيت وقلت لك إنه روح بترخص لك وهذا ما له كلام وبس. مع إني ما بحب ضحي بهذا، بس أنا محطك بالصورة لأني ما تعودت أبداً بإني بعت رجالي لمكان وما يعرفوا مصيرهم. إمتى لازم أروح؟ رؤوف أنت ما رح تروح، نحن رح نبعتك. أنت رح تنزل هون وبعد ما نستلم الأوراق من الضيف، إذا حسن تتفاهم مع أبو نبال رح تكون البطل اللي رح ياخذ كل المهمات الخاصة بالمستقبل. وإذا لا سمح الله، عم قول لا سمح الله، أبو نبال قرر يقتلك مع ذلك رح تكون البطل اللي رح عمل لك جنازة وعزاء يحكوا عنهم السند والهند. إمتى لازم أدخل أبري؟ الساعة واحدة آخر مهلة. سيدنا ممكن نأجل الموعد ساعة أو ساعتين، ممكن تتغير اللعبة كلها. فكرنا بكل الاحتمالات وأي غش باللعبة ممكن نروح الضيف وينهدى القصر على الملك. لو في احتمال 1% للغلط أو أزيدك لا سمح الله، ما رح أغامر. ساعتها رح أدخل التابوت وودعك وأنا سعيد. شو عم يخطر ببالك؟ ممكن تتركني فكر شوي. مع النواد اللي جاب أبو نبال بالمرة الأولى بيستحق مهلة صغيرة للتفكير. عشر دقايق بس. ماشي، ممكن سؤال لو سمحت؟ مين وصل لك انه ابو نبال بده يعني، وعن طريق مين؟ مو عن طريق حدا، حكى معي بشكل مباشر. كيف انهم قلب يزرعوا كل هالقهر بقلوب العالم ويمشوا هيك ولا كانه عاملين شيء؟ ليش هدول عندهم قلب؟ لك فاتوا علينا تقولي نحن مجرمين او خونه؟ لك الله لا يوفقهم لا يسامحهم. حبيبتي هذا الشيء مو جديد عليهم. يا الله قديش صعب تشوفي الذل بعيون أبوك وأمك يا زينة، كتير صعب كتير. سوسن لا تبكي حبيبتي، أنا ما بدي إياك تبكي. بعدين أنا بعرفك أقوى من هيك. طلعي فيني، أنتي لازم تكوني قوية مشان توقفي جنب أمك وأبوك. ما هيك؟ خلاص إن شاء الله لازم بتمر. مر صعب انها تمر مثل الكابوس. لك الله لا يسامحهم. شفتي العزام؟ عزام؟ الله يعينه العزام. لا لازم تشوفيه وتخففي عنه، بعدين عزام بحبك كثير واي كلمه منك بتريحه. ايه إن شاء الله، إن شاء الله خير، إن شاء الله. شو فيه؟ شو بده؟ طيب دخلوا لي على المكتب. (تصفيق)
يسعد مساك سيدنا. شو في؟ ما في شيء سيدنا، ما في شيء، بس الله يخلي لنا اياك، نحن متعودين على افضالك، وانا الحقيقه اتصلت معك على موبايلك اكثر مره بس حضرتك ما رديت. سالتك شو فيه؟ سيدنا مشان الشاب اللي جبته لعندك لهون، اخذوا الامن من عندك من البيت غيره. سيدي انا مشان هيك اجيت لعندك، مشان وانا مالي لعبه بايدك، امتى ما حضرتك بدك بناخذ واحد، وامتى ما بدك يعني بنتركه. المره الماضيه جيت لعندي مشان ساعد اهلك واعطيتني اسم الشاب المسبب، وبعد شوي بتنطلي مشان طالعه من القصه. سيدي المره الماضيه اعطيتك اسم غلط، انا غلط بتتحمل نتيجته؟ بعدين بترافقني واحد ارهابي وتيجي تقول لي غلطان؟ ارهابي؟ ارهابي شو سيدنا؟ بكره بتعرف، مشان تعرف كيف ترافق ناس مثل العالم والناس. هذا الموضوع بتنساه نهائيا، يلا على بيتك. شو رأوف؟ ما خلصت اليوغا تبعك؟ يعني لسه شوي سيدنا. اجاك مسج سيدنا. ابو بطيخ عم بذكرني بانه صارت الساعة 12. ما شاء الله. ورقم ذهبي كمان. 059-45. أحلى من رقمي والله. ألو كيفك؟ جاني اتصال مسج من هذا الرقم 059-45. شوف لي لمين. شكرا. سيد أبو نبال، الهدية صارت عندي ورح أبعت لك إياها وين ما بدك، بس إذا بتغدر. أبو نبال ما بيغدر، بس توصلني هديتي بيوصلك الشاب اللي معه. وين بتحب أبعت لك إياها؟ انتظر مني الأوامر، أنا بقول لك كيف تتحرك. شو قال؟